السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النص الوظيفي الأول من الوحدة الثانية، مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وحدة الواجبات والحقوق. إذا بالنسبة للنص، إذا فهو تحت عنوان الواجبات والحقوق. إذا غادي نبدأ بفقرة استعد للقراءة. أتعاون مع أصدقائي وصديقاتي لتحديد بعض ما يجب علينا القيام به داخل القسم. إذا في القسم علينا احترام الأستاذ أو الأستاذة واحترام أصدقائنا وصديقاتنا والالتزام بميثاق القسم الذي يحدد واجباتنا وحقوقنا. إذا ألاحظ وأتوقع، ألاحظ الصورة وأتوقع سؤالين يطرحهما الإبن على أبيه بخصوص الحق والواجب. إذا لاحظوا معي الصورة، إذا يمكن أن نقول من خلال ملاحظة الصورة أتوقع أن يطرح الإبن السؤالين التاليين: ما مفهوم الحق والواجب؟ ما العلاقة بين الحق والواجب؟ إذا غادي نقرأ النص وغادي نجاوبوا على الأسئلة المرفقة لهذا النص. إذا تبعوا معي النص: الحقوق، عفوا، الواجبات والحقوق. إذا العنوان الواجبات والحقوق. سأل أحمد والده عليا قائلا: أسمع كثيرا كلمة الواجب، فما معناها يا أبي؟ أجابه والده: كيف لا تعرف الواجب وأنت تنجز ما يطلب منك إنجازه من أنشطة وتمارين؟ تعجب أحمد من كلام أبيه وقال: هل ما نقوم به من أعمال داخل القسم أو خارجه يعد واجبا؟ أجاب الأب موضحا: نعم يا بني، هذا ما نعنيه بالواجب المدرسي، فالواجب هو أن نؤدي ما نحن مكلفون به إزاء أنفسنا وإزاء الآخرين. قال أحمد: هذا إذن هو الواجب. أجاب الأب: نعم، لكن هناك أنواع أخرى من الواجبات أذكر لك منها: واجب حفظ البدن، وواجب طاعة الوالدين، وواجب احترام الآخرين، وواجب الحفاظ على البيئة. سأل أحمد والده بلطف: هل أفهم من كلامك يا والدي أننا ملزمون بأداء الواجبات فقط؟ لم يتردد الأب في الإجابة فقال: اعلم يا عزيزي أن القيام بالواجبات يقابله التمتع بالحقوق، فلك حقوق وعليك واجبات، لك الحق في الحياة والتعليم والتطبيب والغذاء والحرية والحماية وغيرها. شعر أحمد بانشراح كبير وهو ينصت إلى والده يعدد الحقوق التي يتمتع بها الأطفال، وطلب منه أن يأتي بأمثلة لذلك. قال الوالد: لقد ضمن الدستور للطفل حقوقا حتى ينشأ سليما معافا، وأوجب على الأسرة رعايته من خلال منحه اسما وتسجيله فورا بعد ولادته في سجلات الحالة المدنية، إضافة إلى توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس، كما أن الدولة مطالبة بضمان حقوق كثيرة أهمها توفير مقعد للدراسة وسرير في المستشفى وإتاحة الفرصة لحرية التعبير عن الآراء بمختلف الوسائل كالكتابة والرسم والكلام، شريطة احترام القانون والأشخاص. تهلل وجه أحمد فرحا وقال: ما كنت أظن أننا نتمتع بكل هذه الحقوق. تابع الأب قائلا: ألا ترى معي أن الحقوق التي نحظى بها تعادل الواجبات التي نحن ملزمون بأدائها؟ أجاب أحمد: بلى، فالحقوق كثيرة والامتيازات وفيرة، ولذا وجب علينا أن نعيش بين الحق والواجب، فالحياة أخذ وعطاء. ختم أحمد قائلا: شكرا يا أبي، لقد آن الأوان أن ألتحق بالمدرسة، فمن حقي أن أسعى في طلب العلم، ومن واجبي أن أكون منتظما في ذلك. ابتسم الأب وانطلق مسرورا مستعدا لإنجاز ما ينتظره من واجبات أسرية. إذا هذا هو النص. إذا غادي نبدأ بأسئلة فهم النص. إذا السؤال الأول: أنجز شبكة مفردات كلمة واجب. إذا واجب، إذا المفردات عندنا مسؤولية، التزام، قانون، الحق إلى آخره. سؤال ثاني: أملأ الجدول من النص. إذا الكلمة
داخل ضدها خارج، إذن من النص. إذن الكلمة سأل ضدها أجاب، إذن سأل ضدها أجاب. الكلمة أخذ ضدها عطاء. نتمم مع السؤال الموالي، السؤال الثالث، أحدد معنى مفردة تعادل حسب سياقها في النص. الحقوق التي نحظى بها تعادل الواجبات، إذا نحظى بها إذا تعادل، تعادل يعني تساوي. نمر الآن إلى أسئلة الفهم والتحليل. السؤال الأول، أضع علامة في الاختيار الصحيح. شعر أحمد بانشراح وهو ينصت إلى والده لأنه عرف حقوق الأطفال. أنهى الحوار مع والده، عرف أن الأطفال لا واجب عليهم. إذن فشعور أحمد بالانشراح والسرور، إذن لأنه عرف حقوق الأطفال. السؤال الثاني، بعد انتهاء الحوار بين الأب وابنه انصرف كل منهما للقيام بواجباته. أذكر أمثلة لبعض هذه الواجبات. إذن واجبات الابن إذا طاعت الوالدين، الدراسة، الحفاظ على البيئة، احترام الأصدقاء. بالنسبة لواجبات الأب هو توفير الأكل، إذا حفظ البدن، يعني حفظ البدن بالنسبة للطفل، إذا الرعاية بالنسبة للطفل، الرعاية رعاية الطفل، توفير الملبس، حثه على احترام الآخرين واحترام القانون. إذا بطبيعة الحال فمن واجب الأب أن يعلم أبناءه احترام الآخرين واحترام القانون، وكذلك القيام بواجباته الأسرية، مثلا كتوفير جميع مستلزمات الأسرة. إذا نمر الآن إلى السؤال الثالث، أعيد قراءة النص وأتوقف عند العبارات التي تدل على الواجب وتلك التي تدل على الحق. إذا بالنسبة للحق، إذا لدينا الرعاية، الحصول على اسم وهوية، توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس، التعلم، التطبيب، التعبير عن الرأي، الحق في الحرية، إذا الحرية، الحماية، الأمن، إلى آخره. نمر الآن إلى الواجبات، إذا حفظ البدن، طاعة الوالدين، احترام الآخرين، الحفاظ على البيئة. إذا نمر الآن إلى السؤال الرابع، أرقم مراحل تطور الحوار بين الأب وابنه حسب ترتيبها في النص. إذا أولا فالحوار تطرق لمعنى كلمة الواجب، بعد ذلك قام الأب بتحديد الارتباط بين الحق والواجب. إذا فهنا الطفل فهم هذا الارتباط الكامل بين الحق والواجب، وفي الأخير قام الأب بذكر الحقوق والواجبات، تعدد الحقوق والواجبات. السؤال الخامس، سأل أحمد والده عن معنى كلمة الواجب، فلماذا لم يسأله عن معنى كلمة الحق؟ إذن السبب في ذلك بطبيعة الحال لم يسأل أحمد عن مفهوم كلمة الحق لأنه يدرك معناها، إذن فهو يعي جيدا معنى يعني الحق. إذن نمر الآن إلى أركب وأقوم. السؤال الأول، أصوغ عنوانا مناسبا للنص أو عنوان آخر للنص. أقترح عليكم الواجب والحق، العلاقة بين الواجب والحق. نمر إلى السؤال الثاني، ألخص مضامين النص شفهيا أو كتابيا في جمل تعبر عن المعنى العام للنص. إذا سنركز على المعنى العام للنص. إذا سأقترح عليكم التلخيص. يتحدث النص عن مفهوم الواجب والحق، حيث قدم الأب لابنه أمثلة للواجبات وما يقابلها من حقوق، وقد تناولت الأمثلة المقدمة من طرف الأب حقوق الطفل التي يضمنها الدستور. السؤال الموالي، أذكر حقوقا لم ترد في النص. إذا من بين الحقوق التي لم ترد في النص، إذا حق اللعب، حق الانتخاب، حق الرعاية الصحية، إلى غير ذلك. يمكنكم أن تبحثوا في الإنترنت إذا عن الحقوق، وستجدون لائحة طويلة تتضمن مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أو مواطنة. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا إن شاء الله يتجدد مع بقية الدروس. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.